حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف كاليفورنيا رول سبيكرز من شركة اسمها لمن. لمن كاليفورنيا، كاليفورنيا رول. اللي يعرفني أموت أنا على السوشي وأموت على كاليفورنيا رول. الجهاز عبارة عن سبيكر يشتغل عن طريق البلوتوث حق التليفونات، وفيه مميزات راح نشوفها حين معاكم على هذه الحلقة. Waterproof Solar Powered Wireless Speaker، ضد الماي ويشحن عن طريق الشمس. بلوتوث NFC علشان أول ما تحط الجهاز يشبك عليه، يشبك بثلاث تليفونات بنفس الوقت. مالتي هوست دي جي، يعني أكثر من شخص يقدر يشبك عليه ويختار الأغاني. تقدر تشبك سماعتين مع بعض علشان يصير نظام أكثر من سماعة واحدة، تغمسها بالماي وتظل شغالة. شوك بروف، يعني إذا طاحت منك ما تنكسر، يعني سماعة بتاع كله. السماعة تسوي لك كل شيء، سماعة حق البر، حق البحر، حق البيت، حق الشاطئ، حمام سباحة، طاحت الماي ما يصير فيها شيء. سماعتنا طلعت ويانا العلامة على السبيكر. حجمها حلو، لو بقارنها بالآيفون 7 بلس راح تشوفون ان حجمها اكبر، لكن اشوف انه سايز معقول الصراحة. مكان حق اليو اس بي حق الظاهر شحن تليفونات، يو اس بي واي واكس من هالصوب. من الصوب الثاني هني عندك دقمة الباور، الصوت، سبيكر وشغلات هذه، فويس اسيستنت. ظاهر تقدر تشبك على الجوجل فويس اسيستنت او السيري من خلال الدقمة هذه. ان شاء الله فيها بطارية، بس راح اشغلها. فيها بطارية، خلنا نشبك عليها عن طريق البلوتوث. يعني مسكة من دي. لما توقف الموسيقى تخلص أو تخلص البطارية، عندك هني سولار بانلز تحطها بالشمس تشحن هذه عن طريق طاقة الشمس. يعني إذا تأخذها معاك بحر، بر، غابة، جبل، أي كان أنت مسافر، لأن ما عندهم بطاريات، ما عندهم شيء يشحنون، ما عندهم كهرباء، فشحن عن طريق طاقة شمسية وايد حلو الصراحة، لأن تقدر تيجي بعدين تشحن منه تليفونك أو تشحن فيها شغلات اللي تبيها. من ناحية الصوت، وأعتقد هو شيء مهم إذا بتيجي تشتري شغلة مثل هذه، صوتها حلو. يعني أعطيها 7/10، وهذا شيء ترى عندي أنا وايد زين، لأن أنا عندي حيل ستاندرد عالي من الأوديو كواليتي. فلما نقول إنك 7/10 يعني زين، لكن أشوف إنه ينقصها شوية بيس. الكاليفورنيا رول لمن موجودة في معارض إكسايت، وأيضا موجودة في ويب سايت إكسايت، تقدر تدش هناك وتشوفها معروضة حاليا. إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، إذا ما عجبتكم سووا ديسلايك، وإذا تبي تشوفوا الحلقات الزيادة من الزبدة لا تطوفكم، سووا سبسكرايب على اليوتيوب وسووا فولو على الإنستغرام، وحياكم بالزبدة.